حتى لو لم تلتقي أبدا بالشخص المشهور الذي تحبه، فيمكن أن تصيبك وفاته بحزن صادق. ومهما كانت أسباب هذا الشعور فأنت شخص طبيعي. منصة هيلث لاين الأمريكية تشارك نصائح للتعايش بعد وفاة شخصية عامة كنا نحبها أو تعلقنا بها. أولاً، الاعتراف بالحزن دون كبته أو الإحساس بالحرج أمام نظرات الآخرين، وعدم مقارنة حزنك بحزن شخص آخر، حيث يتفاعل كل منا بطريقة مختلفة. مشاركة الحزن والذكريات مع الآخرين، خاصة مع معجبي المشهور الراحل، يمكن أن يساعد أيضاً على تخفيف الألم. كذلك التغطية الإعلامية الواسعة لوفاة أحد المشاهير يمكن أن تزيد شعورك بالضيق، لذلك تنصح المنصة أن تبعد نفسك عن متابعة كل التفاصيل لترتاح قليلاً. تأثير الشخصية العامة يظل حتى بعد رحيله، يمكنك استعادة ذكرياتك الجميلة معه من خلال قراءة كتبه أو الاستماع إلى موسيقاه، أيضا مشاهدة لقاءات قديمة له. مع ذلك، إذا سيطرت مشاعر الحزن لفترات طويلة وكانت الاستجابة للصدمة أسوأ مما توقعت، وقتها يفضل طلب المساعدة واستشارة الطبيب.